بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي في قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. إذا فيديو اليوم سيكون حول طريقة الاستعداد الجيد لمباراة التعليم، وخاصة سلك التعليم الابتدائي. إذا سنتكلم مع بعض على الطريقة المثالية للاستعداد لمباراة التعليم القادمة إن شاء الله. إذا كما نعلم جميعا أن المواد التي يجتاز فيها المترشح الامتحان الكتابي هي كالتالي: نبدأ أولا بمستجدات التربية والتكوين. مستجدات التربية والتكوين إذن فيها جزء مهم من علوم التربية، وكذلك مستجدات الساحة التربوية. إذن هنا يجب الاقتصار على مرجعين أساسيين. نذكر المرجع الأول هو الدليل البيداغوجي للتعليم الابتدائي، يعني الدليل البيداغوجي الذي ينظم دروس التعليم الابتدائي. ثانيا المفيد أو المعين في التربية. إذن اقتصروا فقط على جزء المراجع باش ما نترونوش، لأن علوم التربية هي بحر من المستجدات. ثانيا مادة اللغة العربية، زائد طبعا ديداكتيك اللغة العربية. ديداكتيك اللغة العربية، عندما نتكلم عن اللغة العربية يجب التركيز على دروس اللغة. نذكر مثلا الحال والجملة الحالية، البدل، التمييز، كل ما يتعلق باللغة. إذن دروس اللغة زائد ديداكتيك اللغة العربية. عندما نتكلم عن ديداكتيك اللغة العربية يعني طريقة تحضير دروس مكونات اللغة العربية، الشكل مثلا، تراكيب، صرف وتحويل، الإملاء إلى غير ذلك. ثالثا اللغة الفرنسية، اللغة الفرنسية زائد ديداكتيك اللغة الفرنسية. ديداكتيك اللغة الفرنسية، دائما نتكلم عاوتاني على اللغة الفرنسية، يعني لي زاكتيفيتي ريفليكسيف سور لا لانغ. ركزوا على لي زاكتيفيتي ريفليكسيف سور لا لانغ: غرامير، كونجيغيزون، لورتوغراف، ليكسيك، اي لا برودكسيون دو ليكري. دونك هادو نركزوا على المستوى السادس الى المستوى الثالث اعدادي. اذا ملي كنطلعوا الاعدادي كنلقاو لي فيغور دو ستيل، لي سوبوردوني، هادوك اهم الدروس اللي كيتحطوا في الاكزامان ديال التعليم. رابعا واخيرا مجال العلوم، علوم والرياضيات. العلوم والرياضيات، عندما نتحدث عن العلوم فاننا نتحدث على مجالي: مجال العلوم الطبيعيه اي علوم حيث الارض، والعلوم الفيزيائيه والرياضيات كذلك، وكذلك ديداكتيك كل مادة على حدة. إذن أدعوكم لمتابعة فيديوهات القناة المقبلة. إذن سنقوم بشرح كل مادة على حدة، وسأخصص حيز زمني مهم خاصة لمادتي الرياضيات ومادة اللغة الفرنسية من حيث الديداكتيك وكذلك من حيث الدروس. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.